وعندما صاح لديك تيقظ بطرس وخرج إلى الخارج وبكى بكاء مرا. بركة النهاردة يكون معنا قدس أبونا يوحنا نصيف، نشكر محبته وإن شاء الله ناخد بركة ونستمع لكلمات النعمة من فمه. ربنا يعوض محبته دايما يجي يباركنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحداث هذا اليوم، أحداث هذه الليلة فيها أمور كتير جدا تخص خلاصنا. بعد ما السيد المسيح أكل الفصح مع التلاميذ وبدأ يديهم الفصح الجديد اللي هو جسده ودمه، وقال لهم هذا هو العهد الجديد بدمي، يقول كده ان هم بدأوا يسبحوا ربنا وخرجوا الى جبل الزيتون. وبعدين هنلاقي السيد المسيح بيتكلم معاهم كلام كتير قوي جديد، اللي جه حضر بدري في الساعة الاولى اربع اصحاحات تقريبا او اكتر شوية من انجيل يوحنا، حديث طويل مع السيد من السيد المسيح مع التلاميذ بتنتهي بصلاة، إصحاح كامل إصحاح 17. بدأ السيد المسيح يكلمهم كلام ما بعد الصليب والقيامة هيحصل إيه. يعني هو قال لهم قبل كده عن الصليب، قال لهم أن ابن الإنسان يسلم لأيدي الخطاة ويتبهدل ويجلد ويدفل عليه ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، قالها لهم أكتر من مرة. دلوقتي وهو بينه وبين الصليب خطوات، بدأ يكلمهم كلام جديد جدا، كلام عن السماء. يقول لهم أنا جئت من عند الآب وأتيت إلى العالم وأترك العالم وأمضي إلى الآب. وبدأ يقول لهم أنا رايح وفي أعد لكم مكانا، وفي بيت أبي منازل كثيرة، ولا أترككم يتامى، وهرسل لكم المعزي الروح القدس. كل ده الليلة النهاردة بيقول لهم الكلام ده وهو بيقترب من الصليب. ويقولوا له طيب انت تروح فين؟ قال لهم المكان اللي انا هروح فيه انتم مش هتقدروا تأتوا. فبطرس طبعا بيتحمس كالمعتاد، قال له لا ده انا اي مكان انت هتروحه انا هاجي وراك. قال له مش هتقدر، مش هتقدر تيجي. قال له انا اضع نفسي عنك. قال له انت تضع نفسك عني؟ ده بعد ده قبل ما يصيح الديك هتنكرني ثلاث مرات. وبقى متشدد جدا بطرس وهو بيقول كده. وبعدين خدهم المسيح تاني رفعهم وقال لهم بصوا اهم حاجه انا مش هسيبكم، انا اتي اليكم، سلامي اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. انا سايبكم بس سايب معاكم سلامي، هيجي معزي يمكث معكم إلى الأبد، لا أترككم يتامى. أنا بس بطلب منكم تحفظوا وصاياي عشان تثبتوا في محبتي وتحبوا بعض، وبكده تبقوا تلاميذي، من غير كده ما تبقوش تلاميذي. وأنا هفضل معاكم، بس اوعوا تضطربوا لما العالم يضطهدكم، اعلموا أنه قد اضطهدني قبلكم، أبغضني، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن لأني أنا اخترتكم من العالم، لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. هتيجي ساعة كل من يقتلكم يظن أنه يقدم خدمة لله، لكن كل ده ما تقلقوش منه، رئيس هذا العالم قد دين، كل ده ما تقلقوش منه. متى جاء ذاك المعزي يأخذ مما لي ويخبركم؟ معلش هتأتي ساعة تنوحون وتبكون والعالم يفرح، انتوا هتبقوا في حزن ولكن حزنكم سيتحول الى فرح، زي المرأة وهي بتلد بتحزن او بتتألم، لكن اول ما تولد الولد
لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لأنها ولدت إنسانا في العالم. بدأ بقى يكلمهم يقول لهم أنتم ما طلبتوش حاجة، أنا عايزكم تطلبوا حاجات كبيرة، تطلبوا السماء، إلى الآن لم تطلبوا شيئا، أطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. وأوعوا تتهزوا من الاضطرابات اللي في العالم، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كل الأحاديث دي الليلة دي بيثبتهم وهو داخل على الصليب وعارف أنهم هيتهزوا جدا، بيثبتهم وبينقلهم لمستوى أعلى مكتير قوي من الأحداث الأرضية دي. وبدأ في الآخر يصلي الصلاة الوداعية الشفاعية للآب ويقول له يا رب يا أبتاه لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، أنا من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق، أنا عايزهم يا رب يروا مجدي، عايز يا رب تثبت المحبة بتاعتي بيني وبينك، المحبة اللي بيننا دي تثبت فيهم، وعايزهم يروا مجدي الذي أعطيتني قبل إنشاء العالم، أنا عايزهم يكونوا واحدا فينا كما أننا نحن واحد. كل دي البركات دي والغنى ده السيد المسيح عطاه للتلاميذ في هذه الليلة وعطاه للكنيسة في هذه الليلة، إن إحنا يسكن فينا الروح القدس اللي يأخذ من الله ويعطينا، وإنه إن إحنا نتشدد بالنعمة وبالسلام الذي ليس من هذا العالم والعالم ما يقدرش يقدمه، وإن إحنا نثق إن إحنا لينا في المسيح سلام، ونثق إن إحنا في غالبين لهذا العالم مهما كانت هتيجي حاجة هنشوفها النهاردة اسمها ساعة سلطان الظلمة. ساعة سلطان الظلمة يعني هياج، هياج من عدو الخير. لكن تاخدوا بالكم يعني اللي عاش في مصر في الفترة الأخيرة وشاف الأحداث بتاعت 2005 بتاعت اسكندرية والأحداث بتاعت 2006 وبعد كده في بعض الأماكن في مصر، إزاي مثلا الناس تطلع كده هيجة هيجة، حصلت طبعا في التاريخ كتير كتير كتير. دي اسمها ساعة سلطان الظلمة، وهنشوف ساعة سلطان الظلمة دي ان احنا ما نقدرش نتغلب عليها الا بالثبات في ربنا بالصلاة. اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، هي دي القوة الوحيدة اللي تخلينا نعبر ساعة سلطان الظلمة وننتصر وكل الامور تعدي وتتحول للخير. طبعا الطرق الأرضية بقى لما بطرس يمسك سيف ربنا قال له هو دي طريقتنا، أنا علمتكم كده، أنا أرسلتكم بلا كيس وبلا مزود، بلا محفظة فلوس ولا شنطة أكل كيس أو مزود، أنتوا احتاجتوا الحاجة أنت بتفكر في إيه، مش دي طريقتنا خالص. فساعة سلطان الظلمة إن ما كانش الإنسان هيصلي هيلاقي نفسه مش عارف يتصرف صح وممكن يخطئ أخطاء جسيمة. أنا هحاول بس أركز النهاردة عشان أحداث جميلة، طبعا الساعة الأولى كلها اتقرأ فيها الأربع فصول من إنجيل يوحنا من أواخر الإصحاح 13 لحد أواخر الإصحاح 17 نهاية الإصحاح 17، وبعد كده في الساعة الثالثة خرجوا من وراحوا على بستان جثيماني كعادته، يعني كان بياخدهم يمرنهم على الصلاة باستمرار، بس يبدو أن الوقت كان متأخر وهما تعبوا فناموا منه، وهو يعني حتى التمس لهم العذر مع أنه عاتبهم وقال لهم مش قادرين تسهروا معي، لكن في الأخير التمس لهم العذر وقال لهم يعني الروح نشيط لكن الجسد ضعيف، أنا عارف الجسد ضعيف، لكن اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. وبعد كده جه يهوذا بقى بالجمع اللي معاه والسيوف والعصي والمشاعل، ولما قابلوا السيد المسيح في الأول ودي مذكورة في إنجيل يوحنا قال لهم من تطلبون، طبعا هم ما يعرفوش ده جايب شوية رعاع عشان خطر ساعات في ناس بتخلط يقول لك اللي قالوا وصلنا يوم الحد هم اللي قالوا اصلبوا يوم الجمعة، مش معقول طبعا ازاي الكلام ده الناس كانت بتحبه جدا والناس كانت بتروح الهيكل مخصوص تسمع كلامه، ورؤساء الكهنة ما قدروش يقبضوا عليه ما قدروش يقربوا منه، يقول لك خافوا من الجمع
حتى رئيس الكهنة مرة لهم قال لهم طب بعد العيد نشوف فرصة. فلما راح لهم يهوذا كانت فرصة بالنسبة لهم، وقال لهم أنا هسلمه لكم من غير ما حد يدرى، والناس نايمة، كل الناس نايمة، كل الناس اللي بتحبه نايمين. فقال أنا، وطبعا خدوا شوية جنود ناس ما تعرفوش، فبيقول لهم أنتوا عايزين مين؟ قالوا له يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. لك راجعوا إلى وراء وسقطوا على الأرض. سيد المسيح كان قوي جدا في حبه زي ما هو قوي في احتماله، زي ما هو قوي كإله، بيقدم نفسه بنفسه للذبح، بيقدم إيديه عشان تتربط، وبيقدم جسده للصياط، وبيقدم نفسه بنفسه. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، لا أحد يأخذها مني. سيد المسيح بيقدم نفسه بنفسه من أجل خلاصنا، بيقدم نفسه ذبيحة، بيكسر جسده بنفسه، وبيقدم لنا كاس دمه بنفسه. ما فيش حاجة جت غصب عنه أبدا. رجعوا وقعوا الأرض. بعد كده راحوا رؤساء الكهنة اللي هما المفروض بيحكموا حسب الناموس، فعملوا تمثيلية. أولا ما فيش محاكمة تنفع بالليل، فقال لك برضو إيه نعمل محاكمة. طبعا السيد المسيح اتحاكم 5 مرات، مرة في بيت رئيس الكهنة بالليل، ودي مش قانونية طبعا، ومرة تانية الصبح عشان تبقى قانونية، ومرة قدام بيلاطس، والمرة الرابعة بعتوا الهيرودس، ودول هنشوفهم بكرة، والمرة الخامسة قدام بيلاطس. 5 مرات يستجوب. فبيعملوا تمثيلية، بيدوروا على شهود، وبيسألوه، يسألوه إيه؟ أنتوا عايزين تموتوه من الأول ولا هي بس مجرد تمثيلية؟ الناس اللي هي البغضة ممكن تعمي عينيها، يبقى عايز يخلص من اللي قدامه، يقول لك ده في سكتي ليه؟ ده تعبني. فالبغضة وحشة، البغضة. عشان كده الإنجيل يقول كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس، محسوب عند ربنا قاتل. كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس، وكل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. وبعد كده في آخر ساعة جت القصة بتاعت بطرس اللي ظهر أنه ضعيف زي ما احنا كلنا ضعفاء، ظهر ضعفه، وحتى لا في محاكمة ولا في ناس ولا في حاجة، ده قاعدين على البوابة بيتدفوا، مولعين نار وبيتدفوا. فالجارية بتقول له أنت منهم؟ لا لا، وتطاول شوية في الكلام كده بكلام مش لائق. فدي الأحداث. أنا حقف عند حاجتين بس. العبارة للسيد المسيح قالها عدة مرات، الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ الكأس، الكأس دي، واللي قال للآب لتكن لا إرادتي بل إرادتك. والنقطة الثانية موضوع بطرس وضعفه، وإزاي كان بركة لينا كلنا أن احنا نتعلم دروس حلوة من سقطة بطرس دي. أول حاجة الكأس. أولا الكأس ما كانتش حاجة سهلة، الكأس دي بتحمل مرارة كل خطايا البشرية من بداية الآدم لحد آخر الدهور. كأس صعبة جدا، كلها شر ونجاسة وكراهية وحقد وخبث ودهاء ومكر، كل أنواع الشرور. طب يا رب أنت تشرب دي ليه؟ زي ما الكنيسة بتعلمنا، السيد المسيح جه عشان يأخذ ما لنا ويعطينا ما له، يأخذ كل الخطية في جسده، يحمل خطايانا ويغلبها، ويدينا جسده ودمه، ده في المصل بتاع الحياة، في قوة الحياة الغالبة للموت، قوة الحياة الغالبة للخطية بكافة أنواعها. الكأس دي ما كانتش سهلة أبدا. هو لما قال إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، هو مش بيقول كده يعني عايز يهرب من الصليب، بس عايز يورينا قد إيه الكأس دي بشعة، قد إيه خطايانا بشعة. يعني نشكر ربنا إحنا محفوظين في ميناء، في سفينة النجاة دي، في الفلك ده، في الكنيسة، وبنحاول دايما. لكن العالم بره فيه بشاعة،
النجاسات في منتهى البشاعة، الشر والحقد وعدم الرحمة في منتهى البشاعة. الكاس دي كلها السيد المسيح شربها عشان يدينا قوة نغلب الخطية. يعني مثلا هنلاقي إيه؟ أول حاجة في الكاس من الخطايا العصيان والمخالفة اللي عملها آدم وحواء، واللي الإنسان لحد النهاردة ماشي فيها. السيد المسيح شربها علشان يعلمنا الطاعة، علشان يدينا إن إحنا بفرح نسلم إرادتنا لربنا ونطيع ونقدم ذبيحة الطاعة بفرح، وإحنا واثقين إن إحنا ماشيين ورا ربنا، إحنا كسبانين وإحنا فرحانين وإحنا غالبين. كل اللي عجز عنه الإنسان، مش قادر يطيع، مش قادر ينكر نفسه، السيد المسيح النهاردة بيدينا القوة دي. بيقول للآب باللسان كل واحد فينا: لتكن ليس مشيئتي بل مشيئتك. طب هو بلاهوته والآب مشيئة واحدة، هو مشيئة واحدة وإرادة واحدة، لكن علشان واخد جسدنا فيه فبيقوله لتكن لا مشيئة الإنسانية اللي هي بتدور على سكة حتضيعها، لكن لتكن مشيئتك أنت. عايز يوحد إرادتنا بإرادة الآب، فأطاع حتى الموت، موت الصليب. على رأي أبونا منسى يوحنا في الكتاب المشهور بتاعه يسوع المصلوب، اللي فيه فقرات اتخذت منه وتحطت كاسمة دخلت حديثا يعني في القدسات، اللي هي بيقول: ولما رأى الصليب في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا فينا. دي كلمات أبونا منسى يوحنا، دي حديثة يعني. لما لقى الصليب في السكة قال: أخذ الصليب ده، هو اللي هيفتح ليهم الحياة الأبدية، فأنا همشي فيه. أطاع حتى الموت، موت الصليب. إذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب، في فيليبي 2. أيضا كان في إيه تاني في الكاس غير العصيان والمخالفة؟ كان في نجاسات وشرور خطيرة جدا، شرور البشرية، والسيد المسيح القدوس الطاهر محى كل الشرور دي، لأنه هو القدوس اللي الميكروبات لما تشرق عليها الشمس تموت. النور يبدد الظلمة، القداسة تبدد النجاسة. فهو أخذ الكاس بتاعتنا اللي فيها النجاسة. أيضا كان فيها من ضمن الشرور اللي موجودة في العالم الظلم، والظلم صعب، إنسان بيسيء مثلا استخدام السلطة بتاعته ويبتدي يهرس في الناس اللي قدامه وما يهموش، وقلبه يقسو بلا رحمة. السيد المسيح أخذ كل ده واحتمل الإهانة، احتمل اللطم، احتمل التفل عليه. حاجات مش سهلة أبدا أبدا أبدا. ساعات إحنا نستحملش كلمة يعني مش مقصودة، فما بال احتمل كل ده. احتمل يقولك: أما يسوع فكان ساكتا. احتمل الظلم واحتمل الإهانة. والمرة الوحيدة اللي يمكن يتكلم فيها لما العبد لطمه، ما اتكلمش تاني يعني. ما العبد لطمه، السيد المسيح صعب عليه الراجل العبد ده، مجاملة لرئيس الكهنة مد إيده على المسيح، مجاملة لرئيس الكهنة. لما السيد المسيح قال له: أنا، أنت بتسألني عن تعليمي، أنا كنت بعلم كل يوم في الهيكل، اسأل الناس كلها، الناس عارفة أنت يعني عايز يقول لهم إيه التمثيلية الغريبة دي، ملاش معنى، ما أنا كنت كل يوم بأعلم علانية، أنتوا جايين تقبضوا عليا الساعة 2 بالليل ولا 3 الفجر وتستجوبني. فالعبد مجاملة لرئيس الكهنة لطم وقال له: هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ فالسيد المسيح يعني صعب عليه الشخص ده إنه مجاملة لحد يقع في خطية كبيرة زي كده عشان يعلمنا
إن إحنا نجاملش على حساب الحق وما نغلطش علشان ماشيين ورا الطيار. أهو ملمومين عليه زي الفريسة كده اللي ملمومة عليها الحيوانات، سامحوني يعني في الكلمة، وهو كمان بالمرة يلا يعمل حاجة وراح ضربه. فقال له أنا تكلمت بالرديء، إن كنت قد تكلمت بالرديء فاشهد، إذا كنت قلت حاجة غلط اشهد، وإن كنت قد تكلمت بالحق أو تكلمت حسنا فلماذا تلطمني؟ يعني بس بينبهه كده، بس بيفوقه. خسارة تدخل في وسط الطيار الوحش، خسارة. ليه؟ بحب وبقوة. لكن السيد المسيح تعرض للإهانة وللشتم وللطم وللتفل ومردش، احتمل مردش خالص. فرد على الكاس، كانت صعبة، كانت فيها ظلم كبير وإهانة كبيرة. أيضا من ضمن الحاجات القاسية جدا، ودي يمكن عشان خطرها بنتألم مع المسيح، حاجة بسيطة يوم الأربع كل يوم ونصوم الأربع، الخيانة بتاعت يهوذا. صعب قوي زي ما بيقول في المزمور، لو كان عدو لكنت احتملت، لكن يبقى حد مقرب جدا زي كده ويروح يبيعه ويخونه، احتمل الغدر والخيانة. ودي حاجة موجودة في العالم كتير. يبقى احنا اصحاب وحبايب وتلاقيه في ظهرك يتكلم عليك. طب ما تيجي تتكلم زي ما المسيح علمنا، ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه، ان سمع منك فقد ربحت اخاك، مش تروح تتكلم من وراه. او اذا اخطأ اليك اخوك مرة تانية قال وبخه، وان تاب فاغفر له. يعني كان الخطأ كبير وظاهر قل له لا وبخه، وان تاب فاغفر له، وان اخطأ 70 مرة خلاص. لكن مش يبقى أنا بتكلم بلسان ومن ورا بتكلم بحاجة تانية، وأروح أشنع وأتكلم كلام وحش. طب ليه؟ ده أبسط أنواع الغدر. أو لكن الغدر والخيانة بتاعت يهوذا كانت فظيعة. بيبيع دم، بيبيع واحد عارف إن دول زي الوحوش عايزين يأكلوه، عايزين يقتلوه، عايزين يخلصوا منه، وبيبيعه لهم بسهولة وبتمن بخس. تمن العبد 30 من الفضة، ده تمن العبد. ياه. الغدر والخيانة السيد المسيح احتملها. ده كان جوه الكاس، كانش كاس سهل، احتمله وقدم في مقابله حب إلى المنتهى. قال أنا هكمل رسالة المحبة للنهاية، مفيش حاجة هتوقفني. فلان بيقول يقول، فلانة بتقول عليا وبتطلع تقول أنا هكمل رسالة المحبة للنهاية، ما عنديش غير كده، رسالة المحبة هكملها للنهاية. وهكذا احتمل الغدر عشان يدينا قوة نحتمل الغدر والخيانة والكلام اللي في ورا ظهرنا والتصرفات اللي ضدنا، نحتمل كل ده بقوة. أيضا احتمل الحقد والكراهية اللي كانت مالية قلوب رؤساء الكهنة. طب وليه يا رب؟ يعني حاجة غريبة صحيح، الناس دي بتعمل كده ليه؟ الناس دي مش بتخدم ربنا، بتخدم مصالحها. قال لك الراجل ده الناس هتمشي وراه واحنا هنضيع، الإيرادات بتاعتنا هتضيع وسلطاننا هيضيع، وبعدين احنا بنأجر كل حتة عشان الراجل بتاع بعت الراجل بتاع الحمام والراجل تاني بتاع الأغنام، ده موسم. وبعدين هو يطردهم؟ لا طبعا. انتوا بتخدموا مين؟ انتوا عارفين ان ده بيت ربنا، بيت الصلاة، هتجعلوه بيت تجارة؟ ايه ده؟ طبعا بيخدموا مصالحهم، عشان كده اتملوا بالحقد، مع ان السيد المسيح جاي يساعدهم، جاي عشان العبادة تبقى عبادة نقية لله. يقول لك لم يدع احد يكتز بمتاع، لكن للأسف هم حقدوا عليه وقال لك خلاص يموت واحد ولا نضيع كلنا. أفكار شيطان، أفكار الحقد والكراهية. طب والسيد المسيح؟ السيد المسيح جاي يبذل نفسه، وعارف
إنه هو الناس دي يمكن يجي لها وقت، يمكن يجي لها وقت قلبها يلين ويديهم فرصة كمان، ويطلب كده في الصلوة الوداعية اللي كنا بنتكلم فيها من شوية في يوحنا 17، قال أنا عايز كل الناس اللي أعطيتني أيها الآب يكون فيهم الحب الذي أحببتني فيه وأكون أنا فيهم. السيد المسيح عايز أخذ الكاس بتاعتنا عشان عايز ينزع من قلوبنا أي ذرة حقد أو كراهية، ويستبدلها بحب إلهي، يستبدلها بحب إلهي، حب إلهي أجابي، مش حب يعني اللي هو الفيلو اللي هو يعني اللي يحبني أحبه، لا، حب اللي هو بيحب بصرف النظر، unconditional love، بيحب بصرف النظر عن استحقاق الآخر أو عن أعمال الآخر. أخذ كمان، أخذ كل حاجة كانت بتحاربنا وكل الشرور دي علشان يدينا قوة، علشان نقدر نحن نغلب كل الشرور دي. فالكاس ما كانتش سهلة، أخذها وشربها للآخر، لحد آخر قطرة، لحد آخر قطرة من دمه على الصليب. تاني حاجة كانت النهاردة موجودة هي موضوع سقطة القديس بطرس الرسول. هناخد كم نقطة فيها كده. أول حاجة تعلمنا السقطة دي إن مفيش إنسان معصوم من الخطأ، مفيش حد يفتكر نفسه كبير على الخطية، ومفيش حد يفتخر على غيره ولا يقول لا فلان ده بيعمل كده لا أنا ما عملش الحاجات دي. لا، خلي بالك، إحنا ضعفاء خالص، إما كناش نحتمي في ربنا ونثبت فيه ونتحصن فيه ونطلب باستمرار ونصلي باستمرار، نقول يا رب إحنا ضعفاء قوينا وحمينا، إحنا هنضيع. بطرس ده كان المتقدم، كان متقدم جدا بين التلاميذ، ودايما يتكلم وفي منتهى الشجاعة، وسقط ووقع وضعف. ما فيش حد كبير على الوقوع. شمشون العظيم استهان، تبارة من كم يوم في شمشون، يعني انت شايف البنت دليلة دي، قالتها له فرانكلي كده، قالتها له بكل وضوح، احنا عايزين نعمل حاجة عشان ناخد منك قوتك ونزلك، نعمل ايه؟ ياه، بالوضوح ده؟ طب ما تهربش. لا، افتكر ايه؟ ان ده كلام يعني مش مهم، هو بيعيش معاه في شهوته وخلاص. قال لها بصي، تربطيني مش عارف بإيه، تربطوني بإيه، جابت الفلسطينيين وربطته، ربطته فعلا مرة واثنين وثلاثة، لحد في المرة الثالثة بدأ إيه يجي ناحية شعره كده ويقول لها لو أنت ضفرتي شعري مش عارف إيه وربطتي شعري في وتد، كل ده لعبة بالنار، وفاكر نفسك قوي وتسلم سرك لأعدائك. مفيش حد كبير على الخطية، مينفعش داود طالع يتفرج شاف حاجة وحش يمشي على طول، لا، نبعت نسأل ايه ونعمل ايه، حد يشوف تعبان ويقول نتفاهم، حد يشوف خطية ونقول يقول نتفاهم، مفيش تفاهم، مفيش حد كبير على الخطية، كلنا ضعفاء، الشاطر اللي يلحق نفسه بسرعة. تاني حاجة مهمة إنه الإنسان ما يشوفش نفسه أفضل من غيره. لما كنت بحكي جت في إنجيل يوحنا بيقوله أنا أضع نفسي عنك، تضع إيه؟ أنكرك الجميع فأنا لا أنكرك، يعني أنت متميز عن الناس كلها، يعني حبيبي إحنا كلنا تحت الضعف. الكبرياء خطير، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، لكن التواضع يحمينا من السقوط، يحمينا نحتمي في ربنا كده. تالت حاجة الاندفاع. الاندفاع حاجة مش كويسة، لازم الإنسان يتعلم يطلب ربنا الأول قبل ما يتحرك، يطلب المشورة من ربنا، يطلب نعمة، يطلب حكمة قبل ما يتكلم، عشان ممكن يندفع ويعمل حاجة يندم عليها، حاجة تكون خطيرة جدا يندم عليها، يندم. في ناس كده متكلة على قوتها وحماستها ويقول لك أنا هعمل الموضوع ده، لا، ممكن
الاندفاع ده يوقعنا في مشاكل خطيرة. نقطة كمان في موضوع بطرس، إنه بطرس كان عنده رصيد حلو مع ربنا، رصيد من الحب ورصيد من العشرة ورصيد من الخبرة اللصيقة بالمسيح. الخبرة دي ساعدته إنه يرجع، وإحنا عايزين نعمل الرصيد ده. يهوذا كان واضح إن علاقته بربنا سطحية جدا، وحتى علاقته بالتلاميذ سطحية، فما رجع لهمش بعد ما غلط، باع الكل. بطرس ما كانش بايع، لا لا لا، بطرس ضعف، ما كانش بايع، كان له رصيد مع ربنا وله خبرة. كل ما نكون خبرة، الخبرة دي تساعدنا باستمرار على التوبة لو وقعنا في أي سقطة بقصد أو بغير قصد أو بانتباه أو بغفلة. الرصيد الحلو مع ربنا والعشرة مع ربنا والوقت اللي بنقضيه مع ربنا ده بيقوينا وبيخلينا بسرعة نرجع علشان نقدم توبة ونرجع لربنا. نقطة جميلة بقى، نظرة يسوع، ودي جت في إنجيل لوقا، يقول لك نظر إليه يسوع وزي بيفكره وزي بيشجعه، بيقول له معلش أنا عارف. ده كان قايلها له قبلها، مذكورة برضو في إنجيل لوقا، قال له سمعان سمعان، الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، ولكني صليت لأجلك أو طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. أنا عارف أنك ضعيف، عشان كده أنا بحاول أسندك. وسنده بالنظرة دي، سنده بالنظرة دي، عايز يقول له أنا برضو بحبك ولازلت بحبك، قوم قوم زي ما مكتوب في ميخا 7، لا تشمتي بي عدوتي، فإن إن سقطت أقوم، إن سلكت في الظلمة فالرب نور لي. فنظرة يسوع الحلوة اللي فيها حنية، اللي فيها شفقة، اللي فيها اهتمام، اللي فيها تشجيع على التوبة، نظرة يسوع لنا دايما فيها تشجيع على التوبة، فيها تشجيع أن احنا نرجع مرة تانية. أيضا حاجة جميلة إنه بطرس بكى طبعا بعد ما غلط، لكن رجع للتلاميذ على طول، والعودة لجو الكنيسة يعمل لنا سبورت، يسندنا يسندنا. التوبة مش صعبة جوه الكنيسة، لأننا كلنا بنصلي سوا، كلنا بقلب واحد، كلنا متجمعين مع بعض، بنشجع بعض وبنتوب، والضعيف يتقوى ويتسند بأخواته. لكن اللي لوحده ده، اللي مع نفسه لوحده، هيلاقي نفسه الشيطان يسحبه، بعد ما يوقعه يسحبه لليأس بقى، هوة اليأس. وده كان فرق كبير، يهوذا سقط في اليأس لأنه علاقته بالتلاميذ، يعني كان عايز الصندوق، خد الصندوق يا سيدي، والتلاميذ عارفين أنه حرامي وسكتين، لكن السيد المسيح سابه لحد لما تحس أنه هو في وادي والتلاميذ في وادي، وما رجع لهمش ما رجع لهمش. أما بطرس فرجع بسرعة، ولما رجع قدم توبة، ولما رجع اتسند بإخواته واتسند بيهم. لأقول لما المسيح ظهر لهم بعد القيامة كان بطرس موجود واستعاد، لما المسيح قال له أتحبوني ارعى غنمي، استعاد تاني ثقته في نفسه وثقته في ربنا، وإنه هو يكون تلميذ وراعي، استعاد مكانته الأولى. نقطة الأخيرة إنه دايما اللي بيتوب مش بينفع نفسه بس، ده بيبقى بركة للكنيسة كلها، بينفع الكنيسة كلها، بيقوي الكنيسة كلها، بيفتح لينا كلنا أبواب رجاء في مراحم ربنا. توبة القديس بطرس دي فتحت لينا كلنا أبواب رجاء، لأن طبعا من يعني الأفكار المزعجة اللي عدو الخير بيحارب بيها ولاد ربنا، إنه يقول له أنت مفكش فايدة، أنت أصلك أقل من الباقيين، أنت ما أنتش نافع، أنت هتوصل لمستوى القديسين دول اللي بيقرون في السنكسار، مش هينفع، أنت ما تنفعش، دول حاجة تانية. بعد اللي أنت بتعمله ده تقدر ترفع عينك لربنا؟ بعد اللي أنت بتعمله ده ربنا بيحبك؟ رفضك خلاص، كل ده كذب، كل ده خداع من عدو الخير. ربنا فتح حضنه على طول،
فبطرس الرسول النهاردة يعني أو لما نحطه قدامنا كده نقول طب ما بطرس هو وقع وقام وبقى عمود في الكنيسة، عمود عظيم في الكنيسة. شوفوا رسائله في آخر حياته، ياه الرسالتين بتوعه في منتهى القوة في منتهى العمق، عشرة عشرة مع ربنا سنين كثيرة، وخلاص قلب الصفحة القديمة وربنا فتح له صفحة جديدة وبدأ معاه بداية جديدة. يعني أنا ممكن بعد كل الوحاشة دي أبقى كويس وأبقى زي بطرس؟ أيوة أيوة طبعا. من ربنا عطينا عمر ليه؟ مدام ربنا عطينا عمر عشان نتوب وعشان نرجع عشان نجيب ثمر، حتى لو ما كناش جبنا ثمر لسنين طويلة نجيب ثمر. فبطرس الرسول النهاردة أفادنا كلنا الحقيقة، شجعنا كلنا، فتح لنا كلنا باب للرجاء. وهكذا كل إنسان يتوب بيبقى بركة للكنيسة، بيبقى سبب فرح للسماء طبعا انها بتفرح بخاطي واحد، وايضا فرح للكنيسة كلها ان احنا لما يكون الكنيسة دي مجتمع تائبين يسندوا بعض ويشجعوا نفوس كثيرة ان هي تيجي وتتوب وتتمتع بمرحم ربنا وبغفرانه. ربنا يدينا كده ان احنا حتى لو قضينا ساعة سلطان الظلمة جت علينا في اي موقف صعب نبقى عارفين ان الصلاة هي اللي هتقوينا عشان نجتاز ساعة سلطان الظلمة. التمسك بربنا ونقول له يا رب احنا بيك منتصرين، احنا بيك نغلب العالم، احنا فيك واثقين ان هنلاقي سلام في وسط عالم مضطرب، لانه ليس كما يعطي العالم تعطينا. تعبر بينا يا رب ساعة سلطان الظلمة، قوينا عشان نصلي، قوينا يا رب عشان نطلب المعونة، قوينا يا رب وابعت لنا ملاك يقوينا زي ما حصل كده في جسيماني، قوينا يا رب لان احنا ضعفاء عشان نعبر ساعة سلطان الظلمة بلا خسارة، وبالعكس تكون بداية جديدة وميلاد جديد وفرحة وبركة لينا وخبرة لحياتنا، خبرة جديدة ان احنا عبرنا وجزنا في النار والماء واخرجتنا الى الراحة. ولربنا كل مجد وكرامة الى الأبد.